بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم سادتي المشاهدين حياكم الله وصلى الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجوركم ويتقبل أعمالكم ويجعلنا وإياكم من الذين يحيون أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. كلامنا سيكون إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق عن بعد مهم جدا ممكن أن نستفيد منه في النهضة الحسينية وهو البعد الاستقبالي. تكلمنا كثيرا عن بعد التاريخي يعني ما مضى في بالنسبه للنهضه الحسينيه، ممكن ان نتكلم في هذه الدقائق ويكون حوارنا بهذه المنطقه من فكر الى فكر ومن قلب الى قلب، من قلب مؤمن الى قلوب مؤمنه نجعل حاله ايمانيه خاصه نستفيد منها ان شاء الله تعالى نحن ومن هم تحت رعايتنا التربويه مثلا او ابنائنا او مجتمعنا. هذا مجتمعنا العزيز بأن نكون نحن متصدين لخدمته بشكل أمثل وكيف لا يكون بشكل أمثل والأبعاد التي سنستضيء بها هي من نهضة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وسلم يعني. إذا كانت الإشارة لما مضى معروفة للجميع ممكن أن نشير إلى ما كان يرافقها من جانب آخر هناك تعتيم حقيقي على قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عبر التاريخ هذا مهم جدا كمقدمة لما نحن فيه اليوم هذا التعتيم سببه هو حب الدنيا في قبال الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وسلم الذي جعل الموت زينة بأنه إذا خرج الإنسان من هذه الحياة بعد أن أكمل مهمته العبادية بشكل تام وكامل بما يرضي الله سبحانه وتعالى سيكون الموت زينة فوصف مثلا أنه الموت بأنه قلادة على جيد فتاة والقلادة التي توضع للطفلة الصغيرة هي بلا شك أنها للزينة أيضا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في يوم استشهاده عندما ضربه ذاك اللعين الأشخى الأولين والآخرين ماذا قال أمير المؤمنين في لحظتها قال فست ورب الكعبة وأقسم على ذلك أنه حقق الفوز مع أنه يعلم أن هذه لحظة الموت ومفارقة الحياة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء لم يكن يهمه الموت بمقدار انه تتم المهمه التي اوكلها الله سبحانه وتعالى له بتمامها من كان يرافق الامام الحسين وحمل تلك المبادئ وبدا يعلنها للناس مثل السيده زينب صلوات الله وسلامه عليها كان الموت ليس الحاجز الذي أوقفها أو عرقلها من أداء المهمة، بالعكس تماماً هي انطلقت من هذه اللحظة يعني من موت الإمام الحسين صلوات الله وسلام عليه واستشهاده انطلقت لإكمال أو لإتمام مهمتها لأنها كانت لها مهمة في المرافقة وهناك مهمة أخرى بعد استشهاد الإمام وكما ترون أنه انطلقت من هذه هذا المكان. في الطرف الاخر كانوا ماذا يريدون؟ يريدون اماته هذه الذكرى، لذلك عبرت بشكل واضح بانه انتم لا تستطيعون ان تميتوا ذكرنا وتمحوه وان محاولاتكم كانت كبيره جدا. تغطيه تامه وتعتيم تام على النهضه الحسينيه هذا ما مر في التاريخ. الان هل النهضه الحسينيه واضحه في اذهان المسلمين بشكل جلي؟ أما زال هناك تعتيم في الحقيقة من جهة إيجابية بفضل الله سبحانه وتعالى هناك من يهتم بإحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه ولا سيما إحياء ذكرى عاشوراء الإمام الحسين والتذكير بها بكل الطاقة الموجودة الطاقة المالية والاقتصادية الطاقة الجسدية الإعلام والإعلان والتبيين الحقائق المشاركة الجماعية بكل ما يمكن بذله في سبيل إحياء هذه الذكرى ترون أنه نحن الآن في أيام المحرم عندما تمشي في الشوارع والأزقة هنا تسمع مجلس لإحياء ذكرى الإمام الحسين وإبكاء الناس وهذا البكاء حقيقة يجعل هذا التفاعل العاطفي المذكر بالنهضة بشكل حقيقة مهم جدا هذا ما أسسه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه عندما تمشي خطوات أخرى تجد هناك من يسقي الناس الماء من يطعمهم من يعني هناك مجالس للرجال مجالس للنساء رايات مرفوعة على البيوت هناك ملابس سوداء هناك أثر واضح لإحياء النهضة الحسينيه بانها حيه وموجوده وتنتقل من قلب ايماني الى قلب اخر والى ان تصل الى اكبر مسيره بشريه موجوده على وجه الارض وهي مسيره الاربعين فتجد الناس كان تتوجه العروق الى القلب هناك في كربلاء ذلك الضريح الشريف على قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه وتتهافت القلوب من كل مكان لو الآن تخيلنا أننا نصعد بمسافة عالية وننظر سنجد أن هناك شوارع مصطبغة بالسواد ليس من اثر القار والحصى وانما من اثر البشر الموجود الان انهار من البشر يتوجهون نحو الامام الحسين وهناك من يخدم هؤلاء الزائرين نسميهم في العراق المشاية هؤلاء الذين يمشون هناك من يقدم لهم الخدمات تبرعا وتطوعا وليس كمثل هذا الحدث في العالم من وجود هذا من جانب تجد أن القنوات مثلا الفضائية والإذاعية والصحف وكل الوسائل الإعلام تجدها تسخر جهودها ليلا ونهارا لتغطية هذه الاحداث احياء لعاشوراء وماذا نقول مساهمه في استمرار النهضه الحسينيه، هناك المدارس العلميه وغيرها هي التي مثلا تبحث بشكل جدي مراكز علميه كيف يمكن ان تستثمر النهضه الحسينيه بكل الطاقه الممكنه حتى نستعد لحياه أفضل، من جانب آخر تجد أن هناك صمت تام وكأنما ليس هناك حدث، هذا أمر غريب علينا أن ننتبه له، مثال: هناك مهرجان رياضي ما في مكان ما، تجد أن الأضواء العالم كل كل القنوات التلفزيونية والصحف وإلى آخره تتفاعل مع هذا الحدث. طيب لا باس انه الانسان يحب هذا النوع من الترفيه، لكن اقول عندما تكون مصالح الانسان مرتبطه بالنهضه الحسينيه فلماذا لا تغطى بشكل تام؟ بل انه لا يذكر اسم الامام الحسين عليه السلام الا نادرا وقليلا، بل ان بعض الدول حسب التقارير والمشاهدات انه تُمنع في معارض الكتب العناوين التي تخص النهضة الحسينية وغيرها من الأشياء المهمة تصوروا أنه في دولة ما يعرض هناك عشرات الآلاف من العناوين من الكتب ويمنع كتاب مثل نهج البلاغة الذي جمعه الأشياء.